السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تتعلمها صح Learn it right مع ميسيس سيلي صلاح. وحلقتنا النهاردة هي الحلقة السادسة من سلسلة حلقات Pronounce it right أو انطقها صح. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن The Silent Letters أو الحروف الصامتة، وخدنا فيها بعض الحروف وعرفنا ازاي الحروف دي بتبقى سايلنت داخل الكلمة. هفكركم بالحروف اللي خدناها مع بعض. خدنا حرف البي والسي والدي والكاي والتي والدبليو والجي. النهاردة هنكمل مع بعض حرفين ونشوف ايه هما الحرفين دول وازاي بيكونوا سايلنت داخل الكلمة. يلا بينا نبدأ حلقتنا. اول حرف في حلقتنا النهاردة هو The silent S، وعارفين طبعا حرف الاس بننطقه ازاي؟ S بالشكل ده. هنشوف امتى حرف الاس بيبقى silent داخل الكلمة. قاعدتنا بتقول S isn't pronounced if it comes between the letter I and the letter L. يبقى لا تنطق حرف الاس اذا جاء بين حرف الاي وحرف الال. يلا بينا نشوف examples. الexamples اللي عندي هما هي كلمة island. لو هتلاحظوا هنا كلمة island انا ما نطقتش حرف الاس خالص وكان بالنسبة لي silent. ليه يا مس؟ علشان حرف الاس زي ما انتوا شايفين جه بعد حرف الاي وجه بعدي حرف الال، فبقى بالنسبة لي silent. island يا مسي ما اقولش ايسلاند؟ لا. طب ولا ايسلاند؟ لا. النطق الصحيح لكلمه جزيره هي island. طيب ايل يا مس، ايه ايل بقى؟ ايل نفس الكلام، ايل تيجي برضو بمعنى جزيره، يبقى انا عندي جزيره ليها معنيين island or ايل. وبرضو الاس كانت ايه؟ silent علشان جت بعد حرف الاي وجي بعديها حرف ال L. اوكي نشوف كلمة جديدة. لو هتلاحظوا هنا كلمة جديدة اسمها آيل، وآيل هنا معناها ممر. لا ثواني بقى يا مس، حضرتك قلتلنا هنا ان آيل معناها جزيرة، هنا آيل برضو نفس النطق نفس البرونانسيشن وليها معنى جديد اسمه ممر. ايوه بالظبط كده. انا هنا عندي هوموفونز ده يعني ايه؟ يعني كلمتين ليهم نفس النطق لكن مختلفين في الايه؟ في السبيلنج بتاع الكلمه، يعني في الحروف بتاعه الكلمه. يعني هنا هتلاقوا حرف اي هو اللي فارق كلمه ايل اللي هي جزيره عن كلمه ايل اللي هي ممر، وده اسمه هوموفونز وهناخده في حلقات متقدمه ان شاء الله بالتفصيل. خلينا دلوقتي نروح لكلمه ايل اللي هي معناها ممر. هتلاحظوا عندي ان حرف الاس silent، انا ما قلتش بقى ايسل، لا ايل. وانا عايزاكم كلكم تنطقوا معايا دلوقتي علشان القاعده تثبت في دماغكم. ايل الاس برضو كانت silent ليه؟ علشان جت في النص ما بين حرف الاي وحرف ال. خلاص هي دي كانت قاعدتنا بالنسبه لحرف الاس، وتعرفنا فيها ازاي بيبقى الاس silent داخل الكلمه اما يجي في النص ما بين حرف الاي والال. والنطق الصحيح لكلمة جزيرة island أو isle، وممر قلت معناها isle. يلا بينا نروح لحرف جديد. دلوقتي هنروح لحرف ال P the silent P. لو هتلاحظوا وانا بنطق الحرف بيطلع هوا وفي بيحصل فايبريشن عندي للفوكال كوردز او بيحصل اهتزاز للاحبال الصوتيه وانا بنطق حرف البي. لو حطينا ايدينا كده على الاحبال الصوتيه نطقنا حرف البي بي هتلاحظوا ان في فايبريشن عندي اهتزاز للاحبال الصوتيه، ولو عملنا تجربه بسيطه خالص هتفرق لنا ما بين حرف البي وحرف البي. ايه هي التجربه؟ احنا هنجيب ورق بسيط كده، ورقه وهنقطعها صغير خالص وهنحطها على ايدينا وهنقرب ايدينا من بقنا اوكي، وهننطق حرف البي.
هتلاحظوا ان الورق طار مع البي اللي هي بي فور بن اللي هو حرفنا النهارده، لكن حرف البي العادي هتلاحظوا ان واحنا بننطقه الورق ما طارش، ما حصلش اي حاجه، ولا كان طلع هوا واحنا بننطقه، ولا اي حاجه، ولا فيه اهتزاز حتى للاحبال الصوتيه بتاعتنا. يبقى حرف البي لازم ننطقه واحنا ايه، واحنا بنطلع هوا من بقنا بي. اوكي، ونروح لقاعدتنا. قاعدتنا بتقول P isn't pronounced if it's followed by the letter N, the letter S, or the letter T. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لا تنطق حرف ال P اذا جاء بعده حرف ال N او ال S او حرف ال T. اوكي، ده بيبقى بالنسبة لي silent. يلا بينا نشوف examples. examples اللي عندي اول example بيقول ايه، psychology psychology psychology. لو هتلاحظوا ان انا هنا نطقت psychology without p، من غير ما انطق حرف ال p. اوكي، قلت ايه psychology، ما قلتش p psychology. طب مس يعني ايه psychology؟ psychology يعني علم النفس. اوكي، كان حرف ال p بالنسبة لي silent. طيب تعال نشوف كلمة تانية. في حاجة بس الأول قبل ما نروح للكلمة التانية أقول لكم عليها، إن في كلمة psychology لو هتلاحظوا إن حرف ال S إيه جه بعد حرف ال B، عشان كده هو كان silent. طب في الكلمة دي حرف ال N جه بعد حرف ال B، فبقى إيه، بقى الحرف ال B silent، ما نطقتهوش. أوكي، يبقى أنا كده كنسلت حرف ال B خالص. طيب تعالوا ننطق الكلمة دي كده مع بعض، اسمها إيه؟ أنا خلاص كنسلت ال P، ها عايزة أسمع منكم كده. برافو. pneumatic tires pneumatic tires pneumatic tires. يعني ايه مس pneumatic tires؟ pneumatic tires يعني ايه؟ اطارات السيارات، الاطارات الهوائيه. pneumatic هنا adjective معناها هوائي. نروح على كلمه تانية. اخر كلمه معايا النهارده اللي هي بتطبق the silent p. p هنا كانت silent ليه؟ علشان جه بعديها حرف ال t، فكانت بالنسبه لي silent. طب هننطقها ازاي بقى يا مس؟ يلا ننطق كده مع بعض. ptarmigan ptarmigan ptarmigan. اوكي، طب ايه ptarmigan ده يا مس؟ ده نوع من انواع الطيور اسمه طائر الايه، الترجمان. اوكي، ptarmigan ptarmigan. اوكي، ده نوع من انواع الطيور. زي ما احنا شفنا هي دي كانت the silent p، وعرفنا امتى p بيبقى silent داخل الكلمة، ما بيجي وراه s او n او t، وعرفنا examples اللي على حرف p. وبكده نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وتعلمتوا فيها ازاي ننطق صح، وادت لكم ولو معلومة بسيطة. ان شاء الله استنى منكم تعليقاتكم على القناة، واستنى منكم ان انتوا لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير سبسكرايب، علشان نقدر نعمل ايه، نوصل لاكبر عدد ممكن، ونقدر كلنا نتعلمها صح وننطقها صح. عايزه كل اللي عجب الفيديو النهارده يشيره لاصحابه علشان كلنا ننطقها صح. Thanks for watching and goodbye with my best wishes Mrs. سالي صلاح. See you next time. Goodbye.